بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنتكلم على صبار الادينيوم. ده يعتبر من انواع الهياس الصبارات، يعني ما بيحتاجش عندنا ولا ميه كتير، بتحمل الحراره بتحمل الرطوبه. بس طبعا الادينيوم ده يعني هو عشان يوصل للحجم ده اخد يعني سنين، يعني حتى السعر بتاع النبات عندنا بيكون غالي. يعني هو ده الحجم الصغير عنده اللي هو زي كده، ده الحجم الصغير خالص. طبعا هو قاعد يتربى لحد ما وصل للحجم ده او حتى الحجم الكبير خالص، ده اخد وقت كبير. طبعا النبات عندنا جميل جدا، مفهوش هنا اشواك، مفهوش اشواك خالص. عندنا بيظهر عندنا في الزهر الروزي، بتكون عندنا في الربيع وفي الخريف، في الصيف وفي الشتاء بيظهر بس على خفيف، يعني ممكن يظهر ممكن ما يظهرش، بس هو بيظهر عندنا في الربيع والخريف. ومن النبات اللي عندنا جميل جدا وشكله كويس ومفهوش بردك اشواك ان هو احنا بقى خايفين منه. شكرا.